اوكي شباب، هسه وصلنا للحالة الثالثة. قلنا الانبوت جي واحد والكي صفر، جي واحد والكي صفر. هسه هذا الكي صفر ايش راح يصير؟ كي صفر، فهنا الناد راح يطلع لي واحد. الجي قلنا ايش قد؟ قلنا واحد، تمام؟ جي واحد. والكيو ايش قد؟ كيو صفر. فاذا الكيو بار، سان هذا انتهيت من عند هذا النان طلع لي واحد. الكيو بار ايش قد قلنا؟ الكيو صفر، فالكيو بار واحد، صح؟ كيو بار واحد وين راجع فيدباك؟ راجع هنا. فاذا هنا صار بي واحد واحد واحد. فاذا ثلاثتهم الانبوت واحد، هنا راح يطلع واحد، وين ناند؟ يصير صفر. فاذا هذا راح ينقلب يكون صفر. فهنا صار عنده صفر واحد، الاس والار صفر واحد. يا حالة هاي الحالة اللي هي صير بيها شنو؟ ست. راح يصير هاي الحالة، تمام، اللي هي الاس والار صفر واحد، وبالتالي الاوتبوت كيو الجديدة راح تكون شقد؟ راح تكون واحد. فاذا هذه هي ست. اوكي، ايضا هذه هي نو تشينج بالحقيقة، تمام. زين، خلنا نجي نستمر. ايضا صفر واحد واحد، اوكي، هنا راح يكون عندنا واحد، وهنا يكون عندنا واحد. والكيو ايش قد؟ كيو صفر. الكيو بار ايش قد؟ واحد. فاذا هذا ايضا هذا الناند كله وحدات، فراح يبقى صفر. وهذا الناند اللي عليه الكيو بار صفر، فراح يطلعنا واحد. راح يكون ايضا الحالة شنو هو؟ صفر واحد. من يكون صفر واحد ايضا وين اروح؟ هاي الحالة نفسها بقت عندي، اوكي، صفر واحد. فش راح يكون بيه؟ راح يكون الاوتبوت واحد، اوكي. هاي الحالة شو نسميها بالحقيقة؟ هاي نسميها كومبلمنت، اوكي. يعني الستيت السابقة كانت صفر صارت واحد. زين شنو فرق؟ هسه واحد يسأل شنو فرق عن هذا؟ هم كانت صفر صارت واحد، لا هذه يسمونها سيتنج. لان هنا الفرق وين؟ فرق الانبوت. شفنا الانبوت واحد صفر، هنا واحد واحد، هذا كومبلمنت. راح نشوف ايضا يعني من كمل التيبل راح تبين عندنا هاي الحاله. شوف الحاله الاخيره ايضا راح يصير بيها شنو؟ راح يصير بيها كومبلمنت، اوكي. بس حتى يعني واحد لي يستغرب ليش يقول هاي سميناها كومبلمنت، هاي سميناها سيتنج، لان هنا الانبوت تغير عندنا، الانبوت تغير، اوكي. هذا صار سيتنج، يعني سيتنج هي كانت صفر سويناها واحد، او حتى اذا كانت واحد صفر كانت واحد تبقى واحد، اوكي. حتى اذا كانت واحد تبقى واحد. هسه راح نشوفها ايضا بهاي الحاله، هسه راح اذكركم بها. بهاي الحاله كانت واحد بقت واحد، سيتنج، لذلك نسميها ست. زين، هسه نشوف، خلينا نجي هسه هنا شوف شنو اللي راح يتغير عندنا. راح يتغير انه الكيو كله راح يصير لوجيك 1، هنا كان الكيو كله شنو هو؟ لوجيك 0. يعني هسه السيكونس راح ينعاد مرة الثانية، بس الفرق وين؟ انه الكيو هو لوجيك 1. خلينا نجي. طبعا الكيو لوجيك 1، الكيو بار لوجيك 0 اكيد، ف 0 0. هسه اذا 0 0 جي والكي، بعد بغض النظر عن قيمة الكيو، هذول راح يطلعوا لي شنو هو؟ راح يطلعوا لي 1، صح؟ والواحد واحد يا حالة، هاي الحالة اللي سميناها شنو هو؟ أو هاي سميناها نو تشينج. هاي الحالة نو تشينج، صفر صفر على الاس ار فليب فلوب هي نو تشينج. فإذا نو تشينج شنو يعني؟ الكيو قد كانت واحد تبقى واحد. شوف هنا هسه لو نرجع على الحالة الأولى، أيضا صفر صفر الانبوت، تمام؟ وهنا صفر صفر. كانت الكيو صفر بقت صفر، هنا كانت واحد بقت واحد. لذلك يقول الانبوت الجي والكي ايضا يعتمد، يعني مو بس الستيت، احنا قلنا انه السيستم هذا هو الانبوت زائدا البريزنت ستيت تدخل بالمساله. زين، خلينا نشوف لما يصير صفر واحد. هنا كان صار عندنا نو تشينج، بقت نفس الحاله، مو تمام؟ صار عندنا العفو، كان عندنا سميناه نو تشينج، بس هو بالحقيقه مو نو تشينج، هو كلير. يعني شلون هنا ست، هنا كلير او ريسيت، يعني نصفر الاوتبوت.
خلينا نشوف هنا هل راح يصفر الاوتبوت. يعني هنا هو كان صفر بقى صفر. هسه المفروض هنا هذا صفر واحد وهاي صفر واحد، المفروض هذا الواحد شو يصير بيه؟ ايضا لازم يطلع لي صفر. تمام؟ خلينا نشوف. الجي صفر، الجي صفر والكي ايش قد؟ كي واحد. جي صفر فاكيد هذا الناند يعطيني واحد. تمام؟ هذا واحد. بعد ايش عندي هذا الجاي لي؟ جاي لي كيو. راجع فيدباك. الكيو ايش قد؟ قيمته قلنا واحد. فاذا واحد 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 فهنا راح يصير ايش قد؟ صفر. يعني هنا ثلاثة انبوت هم ثلاثة وحدات، الكيو راجع فيدباك اللي هي قيمتها ايش قد؟ قيمتها واحد. هنا فاذا هذا راح يطلع لي 3 ones ويا الناند يصير صفر. فاذا الانبوت صار شيا ستيت حسب هذا هي واحد صفر بالاس ار اللي هو يا هو هذا. اوكي هاي الحاله فراح يطلع الاوتبوت ايش قد؟ يعني هنا جاني واحد صفر طلع شنو هو؟ صفر. فاذا راح يصير صفر. فلذلك الكيو كانت واحد صارت شنو هو؟ صفر. وهنا هنا الكيو كانت صفر بقت صفر. شوف هنا نفس الانبوت، هنا نفس الانبوت. اوكي هنا الكيو كانت صفر بقت صفر فسميناه كلير، يعني صفرته الاوتبوت ريسيت. هنا ايضا نفس الانبوت صفر واحد صفر واحد، الكيو كانت واحد ايش صارت؟ صارت صفر. فاذا كلير. وهنا قلنا هذا نو تشينج. تمام؟ اتمنى تكون واضحه. يعني انتم هذا يعني لازم تعيدوها على كيفكم، تراجعون الفيديو شويه 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 تفهموه. ايضا اقروا هذا الفصل السادس بالكتاب، ايضا شارحه بالتفصيل بالحقيقه. يعني هو هذا نفس الحكي اللي هسه قاعد اشرحه موجود تماما بالكتاب. يعني جاي ابسط لكم اياه اكثر، بس تقروا بالكتاب ضروري. ناخذ هسه هاي الحاله اللي هي 1-0. شوف بال1-0 هنا، هنا بال1-0 صار عندنا، صار عندنا سيت سميناه، مو تمام؟ كان الكيو صفر صار ايش قد؟ صار واحد. هسه هنا 1-0 ايضا نفس الانبوت، الكيو واحد المفروض ايضا ايش يبقى عندي حتى ابقي سيت؟ راح لازم يكون واحد. بس المفروض راح اشتغل لازم هنا يطلع لي ايش قد؟ لازم يطلع لي واحد. هسه الجي واحد والكي صفر. تمام؟ جي واحد والكي صفر. كي صفر فاذا هنا اكيد صار شنو؟ كي صار واحد. هذا الجاي للناند بقى عندي هذا الناند. سان هذا طلع لي واحد، هذا الناند طلع لي واحد. بقى هذا الناند ايش راح يطلع؟ هذا راجع له من الكيو بار، الكيو واحد والكيو بار صفر، فاذا جايتني هنا صفر، الكيو بار صفر. جايتني هنا صفر، فاذا هذا اكيد راح يطلع شنو؟ راح يطلع واحد. خلينا نشوف. الواحد واحد شو يسوي؟ بالاس ار نو تشينج. واحد واحد يعطيني نو تشينج، فاذا كانت هي واحد راح تبقى واحد. فاذا بالحقيقه اذا اجى واحد صفر راح يكون به شنو هو؟ جي كي ست. هو سوى واحد لانه اشتغل كبيهيفير مال من؟ مال الاس ار. بس كبيهيفير مال جي كي هو ست. يعني شوف هنا لاحظ هاي الستيت، لاحظ هاي الستيت. اجاني جي كي واحد صفر طلع الاوتبوت واحد، كانت صفر صارت واحد. هنا اجاني ايضا واحد صفر، كان الكيو واحد بقى واحد، فاذا هو ست. هذا هو البيهيفير مال الجي كي. اوكي خلينا نشوف الحالة الأخيرة اللي هي لما 3 ones اللي هي نفس من؟ نفس هاي الحالة. تمام؟ هنا قلنا شنو سميناها؟ سميناها كومبلمنت، كانت صفر صارت شنو؟ صارت واحد. المفروض هنا هم يصير عندي كومبلمنت، الواحد هاي الكيو المفروض تصير شنو؟ المفروض تصير صفر. كومبلمنت. اوكي؟ هسه هنا الجي والكي اثنيناتهم شنو؟ اثنيناتهم ones. الكيو ايش قد؟ واحد. فاذا الكيو بار صفر، الكيو بار جايني منه مو تمام على هذا الناند الفوق. فاذا هذا اكيد راح يطلع لي لوجيك 1، هذا الناند راح يطلع لي جايه صفر فراح يطلع لي لوجيك 1. هذا الناند ايش راح يطلع؟ كلها وانس فراح يطلع شنو؟ راح يطلع صفر. فاذا واحد صفر الستيت. هسه اجي اباوع له شنو؟ اباوع له كي اس ار. واحد صفر يا هو واحد صفر، هاي الحالة مو تمام؟ أول حالة. واحد صفر شو يصير بالكيو؟
يصير بيها صفر. فإذا سويته صفر يعني الكيو السابق كان واحد صار صفر، وهنا الكيو السابق كان صفر صار شقد؟ صار واحد. فإذا كومبلمنت. لذلك تلاحظون انه هسه بالجي كي فليب فلوب بعد ما عندي هاي الحاله الانديترمينت او الغير معرفه، ما تصير عندي هاي الحاله، انقلبت صار غير بيهافير، تماما غير بيهافير. هسه هذا تحفظوه تفتهموه، يعني هاي بعد up to you. اوكي نقدر هسه نسوي الفانكشن مالتي الكيوب الجديده، سوي كارنوف ماب. ايضا ملاحظه بالنسبه للشباب صف اول، اعتقد اكيد انتم اخذتوا الكارنوف ماب، فشويه تراجعوها بعدكم انتم شويه فريش ما ناسين الموضوع كلش. هذا ابو السبعه انبوت ابو الثمان ستيتات، هنا راح يكون عندي انبوت جي وكي، وهنا الكيو بلس هاي 0 0 0 1 1 1 1 0 وهنا 0 1، فراح يطلع عندي هنا 1 1. انا بس ابغى الوانز يعني الزيروز ما تهمني، فممكن هذا راح يكون لوب تمام، وممكن هذا ويا هذا انذر لوب. فاذا سنجعل كيو بلس ايش راح تساوي، او اللي سميناه احنا كيو تي بلس 1، فهنا ايش راح تساوي؟ اجي على اللوب الاول، اذا اجي منه فراح تكون كيو بار اوكي، من اذا اصعد من فوق الكي راح تروح، فراح يبقى عندي جي تمام. فاذا جي كيو بار، اجي على هذا اصعد اللي فوق راح تروح عندي الجي ويبقى الكي بار تمام، واذا اجي منها راح تبقى عندي الكيو. فاذا هاي هي الكاركترستيك ايكويشن مالت من مالت الجي كي في الفلوب. اوكي زين، هسه خلينا نشوف الحال او النوع الاخر. هذا بالنسبه للجي كي فليب فلوب. النوع الاخر طبعا هو يمكن شويه قد يكون اصعبهن، بس هو مو يعني ممكن كلش صعب عموما، بس ضروري تراجعوه تفهموه زين. النوع الاخر اللي هو التي فليب فلوب، احنا هسه اخذنا ثلاث انواع، الاس ار والدي فليب فلوب وال جي كي فليب فلوب، وهسه اخر نوع التي فليب فلوب، او بعض الحين يسمونه توغل فليب فلوب. يعني شنو توغل؟ التوغل معناها يغير الستيت مالته، شنو كانت يقلبه. دائما جلوب مثلا طفيته وشغلته، فكان هو طافي مجرد ما انطيه كلوك يشتغل، يعني سيستم كانه طلع لي لوجيك 1، خلينا نفرض اعطيه كلوك يصير لوجيك 0، اعطيه انذر كلوك يصير لوجيك 1، يقلب حاله مالته، دائما يسوي كومبلمنت للحاله مالته. يعني اذا تي تساوي 0 الانبوت تي تساوي 0، فالكيو الجديده او النكست ستيت تساوي الكيو القديمه. اوكي اذا تي تساوي 1 الانبوت يساوي 1، فالكيو الجديده تساوي توغل للانبوت او الستيت السابق. اوكي اذا الكيو او التي تساوي الانبوت مالت الفليب فلوب هذا يساوي 1، فراح يسوي توغلينج للستيت مالت. هذا شلون راح نشتغله؟ ايضا ببساطه نفس الابسط، يعني الحقيقه هو من الجي كي، فشي مقارب لل دي فليب فلوب مع بعض التغييرات البسيطة. شوف الستاندر مالتنا ستيل هو الاس ار فليب فلوب، هاي الكيو هاي الكيو بار، هاي الستاندر مالتنا شباب. ايضا نخلي انذر ناند اوكي بهذا الشكل، هذا هو الانبوت الكلوك سمينا اوكي، ونفس الشيء راح شو اسوي، راح ارجع الفيدباك منه اوكي، وارجع شوف الكيو رجعت على هذا الناند الجواني، والكيو بار راح ارجعها فيدباك على الناند الفوقاني اوكي.
شو راح يبقى عندي؟ يبقى عندي الانبوت اللي هو التي. احنا كنا بالجي كي فليب فلوب انطي يعني تو انبوت جي وكي، هسه راح انطي انبوت واحد. نفس التي تجي هنا وتجي هنا، مو مثل الدي فليب فلوب اقلبها. شوف بالتي فليب فلوب كنت اسوي كومبلمنت هنا مو تمام، يعني هذا جاي انبوت وبدون فيدباك. هسه هذا كانه هو جي كي فليب فلوب، هو جي كي فليب فلوب تمام، يعني ويا الفيدباك هو جي كي فليب فلوب. هسه لو اخلي جي وكي انتهى الموضوع، صار جي كي فليب فلوب لان بي فيدباك. بس الفرق وين؟ ما عندي جي وكي، عندي فقط سنجل انبوت، يعني الجي والكي هم نفسهم الجي والكي هم نفسهم. فيا حاله راح يصير عندي كانه هاي الحالات تمام، يعني جي والكي لما يكونون 0 0 1 1 اوكي. فش يبقى عندي كانه انبوت واحد ويا من الانبوت الثاني، الانبوت الثاني هو الكيو اوكي. فكانه السيستم شو صار بي؟ السيستم صار بي تو انبوت، كيو قديمه وياها تي، وطلع عندي كيو جديده اوكي. زين هسه خلينا نشوف لما 0 0 0 1 1 0 1 1، هاي هي سيستم بي 2 انبوت. فهذه هي الاحتماليه مالته. اجي هسه لما كيو 0 تي 0، بمعنى انه هنا اجاني شنو؟ اجاني 0، وهنا اجاني نفس الشيء ايضا 0. فايش راح يطلع هنا؟ يطلع هنا لوجيك 1، هنا لوجيك 1 بغض النظر عن قيمه تي شنو اوكي، واحد بواحد. فاذا هو ارجع للاس ار فليب فلوب الكاركترستيك كويشن مالته، الاس ار هاي الكيو قلنا 1 0 0 1 1 يبقى 0 نو تشينج سمينا اوكي، هاي كلير كانت 0 1 هذا 1 سيتنج، 1 1 ايضا كان يبقى 1 نو تشينج، و 0 0 هذا سميناها دونت كير تمام. هذه الكاركتر سويش مالت الاس ار. فهسه كانه جاني هنا شنو؟ اجاني 1 1 للاس ار فليب فلوب، 1 1 اللي هي هاي الحاله او هاي الحاله، فهي نو تشينج. يعني شنو نو تشينج؟ الكيو القديمه تساوي الكيو الجديده. شنو الكيو القديمه؟ 0. فاذا الاوتبوت 0 اوكي. خلي اجي هسه مره اخرى لما اخلي 0 1 اوكي، راح اخلي شوف هنا الانبوت او التي راح يكون 1، تي راح يكون يعني هنا اجاني 1 هنا اجاني 1، والكيو ايش قد؟ كيو 0. يعني هاي الكيو اللي جايه منا راح تصير ايش قد؟ 0. والكيو بار جاتني منا ايش قد؟ 1. فاذا هذا الناند صار بي؟ صار بي 1 1، الكلوك 1 من تي من عنده، فواحد في واحد في واحد راح يكون واحد، ينقلب راح يصير هنا شنو؟ صفر تمام. هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يجي الكيو صفر، فاكيد يبقى الاوتبوت مالته شنو؟ هنا واحد. فكانه اس ار شجا اجا صفر واحد، اللي هي حاله صفر واحد، صفر واحد هي هاي الحاله مو تمام. صفر واحد صار بيه ست، يعني الكيو الجديده صارت شنو؟ صارت واحد. نقول احنا وصل الانبوت اللي هنا بعد شو تعامل يا اس ار فليب فلوب عادي، فصارت واحد. شوف صار هسه الكيو، شوف لما تي يعني خلي اشوف الفلسفه مالت الموضوع، لما تي واحد الاوتبوت صار كومبلمنت حسب هاي المعادله اللي حكيناها قبل شوي. لما تي واحد الكيو الجديده صارت كومبلمنت للكيو القديمه، الكيو القديمه صفر صارت الكيو الجديده واحد. لما تي صفر نو تشينج، كيو القديمه تساوي تي الكيو الجديده نو تشينج. نفس الشيء هسه راح نشوف بهاي الحاله. هسه هذا راح ابقيكم يا هوم ورك، انتم كملوا شو اسمه يعني الاناليسز مال هذا الموضوع، راح شفنا يطلع عندك واحد ويطلع عندك صفر، يعني حاولوا شويه تجربوا شوفوا شلون صارت اوكي. نفس الفكره تمام. زين تمام. خلينا نشوف الان
اوكي خلينا نشوف الان ال ايش بقى عندنا او لا خلينا ننهي ما اريد ننهي هذا الموضوع شوي الحقيقه بشغل هوايه من الاول عليكم. بس ملاحظه اخيره شباب بالنسبه لل اي سؤال انا حاضر ان شاء الله. انا صحيح فعلا ما رديت عليكم قسم كثير منكم جماعه صف اول اكلم انا مو صف ثاني صف اول قسم كثير يعني سالوا على مساله المقررات وهذه انا كلمت طالب محمد باقر الممثل مالتكم يعني فهمت على التفاصيل كل الرسائل مالتكم بالحقيقه انا شفتها بس انا يعني قصد ما جاوب لانه المشكله بصراحه مو يمنا المشكله هي بالتسجيل مالت العماده والمشكله ايضا بمركز الحاسبه حاليا يعني انا جاي يعني كل اللي يجيني جاي ارفع بالحقيقه وتنحل ان شاء الله مشاكل فرادى. هسه اول مشكله حاليا ممكن تدخلون الان تسجلون المقررات مالتكم واي مشكله بس رفعوا لي محمد باقر بلا زحمه عليك ارفع لي اسماء اللي مشاكل بنحلها شوي شوي يعني خلينا نقطعها نسوي لود مره واحده الى ان تبقى مشاكل فرديه شوي شوي نحلها ان شاء الله باذن الله. اي استفسار على الموضوع على الماده ما فاهمين اسلوب الشرح ما كلش واضح بالنسبه لكم ارجو انه لا تترددون انا حاضر اغير الاسلوب اذا ما يعجبكم تشوفون الوضع يعني مو كلش واضح الشرح ان شاء الله نوصل ونحاول انه يجوز نسوي فد كويز او فشي يعني ارتب يكون فشي حتى نقدر نجمع سعي باذن الله. شكرا جزيلا بارك الله بكم مع السلامه.